في العربيات العكاز كلاينتس كتير بيفضلوها علشان بتبقى عمليه وخفيفه معاهم في الحركه. وفي نفس الوقت في معرض لينا بيبي ستور بنجيبها فيها كل المواصفات، فيها الكرسي اللي بيتفرد سرير كذا مستوى، وفيها كمان مسند الرجل، وفيها الحاجز الامامي، وفيها الفرامل، كل المواصفات، وبتبقى مناسبه للبيبي من اول يوم ولاده ولغايه سن 3 سنين ونص، يعني مش هتحتاجوا غيرها خالص. فالموديل ده تاني موديل معانا في شرح العربيات. فزي ما انتم شايفين الموديل كيوت جدا جدا. اول حاجه بصوا التنده بتاعته جميله قوي، ممكن تبقى تنده كامله او نص تنده، وممكن كمان نقفلها خالص بان احنا بنرفع الجزء البلاستيك ده لفوق فبتتفتح معانا بالكامل. في طبعا الحاجز الامامي علشان يحمي الطفل، وكمان الجزء ده بيدي معانا بيطول السرير بتاع الاسترولر، او لو عايزين ان هو لما البيبي يبتدي يطول ورجله تنزل لتحت بندوس فيه. انا زي ما انتم شايفين زرارين كده لونهم اسود بندوس عليهم، فبنقدر ان احنا ننزل الجزء ده لتحت. بالنسبه للسرير بتاعها بيتفرد سرير كامل زي ما انتم شايفين بالشكل ده، تقدروا توقفوا ايديكوا عند اي مستوى انتم عايزينه، يعني ان انتم ترفعوا السرير بايديكوا عند اي مستوى انتم عايزينه. ولو عايزين تنيموا السرير في هنا زرارين لونهم احمر بتدوسوا عليهم مع بعض وبترجعوهم لورا، فبينزل معاكم السرير عند المستوى اللي انتم عايزين توقفوا ايديكوا عنده. فده شرح العربيه. الجزء الثاني دي العربيه العكاز، وفي موديلات كتيره جدا زي ما انتم شايفين من العربيات العكاز. كل دي عربيات عكاز موجوده في معرض لينا بأقل سعر في السوق كله. العربية الأسالفو، العربية الجراكو، العربيات البيبي لاند، كل دي موديلات مختلفة من العربيات العكاز. لكل محبي العربيات العكاز موجودة في معرض لينا بيبي ستور بأقل سعر في الأسواق كلها، والكمية محدودة. تقدروا تنورونا في معرض لينا بيبي ستور يوميا من 12 الظهر ل9 بالليل، وبنشحن لكل المحافظات لغايه باب البيت. مكاننا في اسكندريه اللي هي ستانلي بين سبابيشة وبوكلة. وبس كده، يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك، ولو لسه ما اشتركتوش في القناه انزلوا دلوقتي حالا، دوسوا على زرار الاشتراك وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي وريفيوهاتي. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. باي باي.